الجزائر هو لتنشيط كمان الاقتصاد الجزائري، وأحد العوامل الأساسية هي الفاندينج، يعني الادخار لتقدر تدين. فنحن بهالحركة عم نعمل ادخار، نقول لك زاد مستوى الادخار من وقت ما حطينا الجدول تبع الطنبولة، ورح نكمل من هلا لاخر السنه، ويمكن جدول الاعمال 25 نكمل فيها، يعني نكمل بالادخار، لانه هذا عامل اساسي وهو الشلش الحيوي للنشاط البنكي عامه. فنحن وجودنا هون لتفعيل الاقتصاد بده يكون عندك فاندنج، يكون في ادخار لحتى نستعمله لندين، لدين شركات ولا غير شركات. فهذا الاسلوب يلي معتمد.